بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير، طبتم أينما كنتم وأينما ارتحلتم، فالله دائما معنا ومعكم أينما ارتحلتم. إخواني الكرام، غنعرض عليكم واحد المزرعة أو واحد لوبيرج كيتواجد على بعد واحد 50 كيلومتر مدينة الدار البيضاء او 21 كيلومتر مدينه بن سليمان، واحد البلاصه سميتها مليليه. 3 ديال الهكتارات محفظه مجهزه بالكامل، فيها واحد الفيلا جات على القمه، حتى هي داخل التحفيظ والاشجار داخل التحفيظ. واللي جميل جدا شنو هو؟ هو سبحان الله العظيم دار تجربه ديال الاشجار ديال الارغان. ارغان عطى الانتاج ديالو، هذا العام الثاني ديالو كيعطي الانتاج ديال الارغان. كما قلنا اخواني الكرام، 3 ديال الهكتارات محفظه، حتى الاحداث داخلين في التحفيظ، يعني الدار والاشجار والبير وداكشي داخل التحفيظ. جات على بعيد على مدينه الدار البيضاء 50 كيلومتر على مدينه الدار البيضاء. غادي نشوفوا هاد الصور، الصور فقط اللي صيفط لنا صاحب العقار اخواني الكرام، وربي يجيب الخير.